السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم تحلية لذيذة جدا رائعة وكتجي لذيذة وسهلة في طريقة التحضير ديالها. بقوا معنا وشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاجو ليهم، غنحتاجو 120 غرام ديال الشوكولاط، 50 غرام ديال الزيت، كيس ديال الفاني، كيس ديال الكاكاو الوزن ديالو 7 غرام، 50 غرام ديال الماء، خميرة كيما هي الوزن ديالها 7 غرام، والدقيق كيبقى حسب الخليط. أول مرحلة غنبدا بها هي غنضيفو الزيت الشوكولاط وغنوضعو في حمام مائي كيدوب. هاو الشوكولاط ديالنا بعد ما داب، نضيف عليه كيس ديال الفاني، نضيف معاه الكاكاو، نضيفو الماء، هاد المرحلة هادي غنضيفو كذلك الدقيق شوية بشوية. الخميرة الكيماوية ديالنا في الشكل ديال النهائي تيكون على هذا الشكل. تبقاو نضيفو الدقيق تنحصلو على نتيجة بحال هكا. جبت هنا المول اللي غنوضعو فيه الكيك ديالنا وفرشت ليه الورق ودهنتو بشوية الزيت، نكبو الخليط ديالنا بالنسبة للصوص ديال الشوكولا، غنحتاجو ليه معلقة كبيرة ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال السكر، الزبدة معلقة كبيرة، عندي الكاكاو 7 غرام ديال الكاكاو، 80 غرام ديال الشوكولاط ما بين الشوكولاط أبيض وأسود، وعندي الحليب 350 غرام ديال الحليب. كنحط كسرونة تنوضع فيها الدقيق مع السكر مع الكاكاو، نضيف
غدير تنضيف فوق 350 غرام ديال الحليب، ونضيفو الشوكولاط، زائد الزبدة، ونبدا الخليط ديالنا فوق النار على نار نيلة حتى كيعقد لينا. هو الصوص ديالنا من بعد ما تيطيب خليتو كيبرد كيولينا على هاد الشكل هدا، هو القوام ديالو. غادي ناخدو غادي نصفيه، هاي التحلية ديالنا في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. لو عجبكم هاد الفيديو هدا عملو لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الأصدقاء، أو للقاء مع وصفة جديدة.